الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الخامس من الكتاب الخامس والأربعين، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هو طبعا هيبتدي بالعشرة المبشرين، العادة كده لما يتكلم على فضائل الصحابة معظم الكتاب ومصنفين لو هيتكلم على فضائل يبدأ بالعشرة المبشرين على طول، وبعد كده بقى يجيب ايه اهل بدر، اهل بيعة الرضوان، مش كده برضو اهل احد، وهكذا يبتدي ايه يبين طبقات الصحابة والذين اهل البيعتين اللي هي بيعة العقبة الكبرى والعقبة الصغرى. لو هنتكلم على فضائل الانصار يبتدي بقى ايه وهكذا. يبقى لازم الانسان يبقى مخه مرتب لما يبتدي يدخل في موضوع، يقدم ايه ما يستحق التقديم ويؤخر ما يستحق التأخير. باب في فضل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، وهو طبعا احد العشرة المبشرين، سيدنا سعد بن ابي وقاص، وكان النبي يعتز به ويقول هذا خالي فاروني خالكم، ولا لسيدنا سعد كان يعتز به اعتزاز خاص، وكان يعني سعد راميا، وفداه بأبيه وأمه كما فد الزبير بأبيه وأمه، قال له فداك أبي وأمي، دي مقام عالي يعني، كانوا يعدوهم مين اللي النبي قال لهم فداك أبي وأمي، لهم معدودين منهم سعد ومنهم الزبير بن العوام. باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان مستجاب الدعوة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 83 بعد 306 آلاف، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها قالت أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. أرق يعني لا لم يستطع النوم ليلا، ادي معناها أرق يعني اراد ان ينام فلم يستطع ان ينام، يبقى ايه يسموه ارق. أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقال ليت رجلا صالحا من اصحابي يحرسني الليله. اول قدوم النبي للمدينه كان النبي مرصود، فكان النبي لا ينام الا بحارس، حتى نزلت آية والله يعصمك من الناس فإيه فترك الحراس. يبقى أول قدوم النبي للمدينة كان إذا أراد النبي أن ينام ينام ويتخذ حارسا، لأنه كان مرصود وكان مكافأة للي يقتله، وفي المدينة في يهود والمدينة مفتوحة أي حد يجي ممكن، وعرفوا أن النبي وصل المدينة يبقى أعداؤه ممكن يبعثوا له أي حد في وسط الليل يغتال ويقتله. فكان النبي يأخذ بالأسباب المعتادة ليعلمنا أن نأخذ بالأسباب وأن نحتاط وألا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وقت الليل فحاول أن ينام، وجد أنه لا يوجد حارس له، فلا يستطيع أن يسلم نفسه للنوم مخافة أن يكون هناك من يرصده ليقتله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي كانت تنام عينه ولا ينام قلبه، قلبه مع الله لكن عينه ليست مع الأكوان، والذي يريد ان يقتله ياتيه من قبل الاكوان. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي النبي كان يعتاد انه هو في بدايه هجرته للمدينه ان يتخذ حارسا له يحرسه حال نومه صلى الله عليه وسلم. فقال ليت رجلا صالحا من اصحابي يحرسني الليله. قالت وسمعنا صوت السلاح. مجرد ان النبي دعا الدعوه دي سمعوا صوت السلاح
اللي هو وهو ايه بيتشد كده من ايه من الجراب بتاعه، فعرفوا ان في واحد جاي يحرس النبي. وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن ابي وقاص يا رسول الله، جئت احرسك. يبقى شوفوا دي برضو رجلا صالحا من اصحابي، سبب له الصلاح والرجوله والصحبه. فهم؟ قال له ايه؟ اللهم ارسل لي رجلا صالحا من اصحابي يحرس. يبقى ثبتت له الرجوله، والرجوله خلق وصدق كويس، وثبتت له الصحبه وثبت له الصلاح. قال سعد بن ابي وقاص: يا رسول الله جئت احرسك. قالت عائشه: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غفيته. يبقى النبي كان عايز ينام، ولكن الارق اللي عنده لانه مش لا يريد ان يستسلم للنوم حتى ياتي من يحرس. فبمجرد ان جاء سعد واطمأن صلى الله عليه وسلم نام، حتى ايه يعني سمعت غطيته، يعني صوت النائم بعمق، صوت نفس النائم بعمق، يسموه الغطيط. لان الانسان لما ينام بنوم بعمق تلاقي نفسه ليه وتيره معينه كده، تقوم تعرف انه زي كده، يبقى كده يعني خالص نايم خالص، ادي معنى الغطيط. فهم؟ انا بسمعه لك عشان انت ما تسمعوش وانت نايم. وعن ابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ان عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من اصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، صوت احتكاك السلاح ايه بالجراب بتاعه، دي اسمها الخشخشة، صوت الاحتكاك. فقال: من هذا؟ قال: سعد بن ابي وقاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت احرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي رواية ابن رمح: فقلنا: من هذا؟ وقلنا الادب لما تسأل من هذا تقول اسمك مش تقول انا، فهمت؟ فلما الرسول قال من هذا قال ايه؟ قال له سعد بن ابي وقاص، فهمت؟ قال اسمك، لان في ناس يقول لك انا، ايه انا دي؟ تقول اسمك، لان الاصوات تتشابه، فهمت؟ وعن ابي قال: حدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعه يقول: قالت عائشه رضي الله عنها: ارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله بمثل حديث سليمان بن بلال. وعن ابي قال: حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال: حدثنا ابراهيم يعني ابن سعد عن ابيه عن عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه لاحد غير سعد بن مالك، اللي هو سعد بن ابي وقاص، فانه جعل يقول له يوم احد: ارمي فداك ابي وامي. مع انه جمعها ايضا للزبير ولغيره، لكن سيدنا علي بيقول كده على حسب علم سيدنا علي، كل واحد بيبلغ على حسب علمه. هو سمع وقال كده لسعد، لكن ما سمعوش قال كده للزبير، لكن هو قال للزبير ايضا في ايه؟ ساعة الخندق قال كده لسيدنا الزبير من الاوام ساعة الخندق. يبقى لما سيدنا علي بيقول ايه؟ ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه لاحد غير سعد بن مالك، على حد علم سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي، لأن كان سعد راميا، كان لا يخطئ سهما، يعني كان عنده 10 سهام ب10 رجال يموته، كان لا يخطئ سهما. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حاء قال: حدثنا وكيع حاء قال: وحدثنا أبو كريب وإسحاق الحنظلي عن محمد بن بشر عن مسعر حاء قال: وحدثنا ابن أبي عمر
قال حدثنا سفيان عن مسعر كلهم عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد ها قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلاهما عن يحيى ابن سعيد بهذا الإسناد. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع له أبويه يوم أحد. قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين. أحرقهم يعني قتلا، يعني كان إيه واحد من المشركين أحرق المسلمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي. قال فنزعت له بسهم فيه نصل فأصبت جنبه فسقط. سيدنا سعد اصطاد الراجل ده بقى بالسهم اللي هو ايه احرق المسلمين يعني قتلا، فاصطاده سيدنا سعد بسهم فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت الى نواجذه. وضحك النبي اعجابا بايه بمهارة سعد في الرمي مش بكشف عورة الرجل. ما هو اصل في ناس بتقرا الاحاديث بطريقة غريبة يعني، يبقى النبي ضحك يعني رضي واعجب بايه بمهارة سعد في الرمي. هو الرجل اللي قتل المسلمين دي كلها عند سعد هو سهم واحد قضى عليه وانتهينا، واخد بالك؟ فدي مهارة كبيرة. فالنبي ضحك لرضا عن مهارته صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبي أنه نزلت فيه آيات من القرآن، يعني في آيات نزلت في القرآن بسبب إيه سيدنا سعد بن أبي وقاص. قال حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا؟ بتقول له مش أنت دخلت في دين بيقول لك اسمع كلام أبوك وأمك، أنا وأمك أهو بقول لك اكفر بهذا الدين، فاهم؟ فهي إيه بتمتحنه. وهو يقال ان سيدنا سعد كان برا بامه بر شديد ومتعلقا بها تعلق شديد، فهي بتضغط عليه من هذه الجهه كمان، فقالت له مش هاكل واشرب وحموت نفسي واعمل، عشان كمان ايه تضغط على عاطفته تجاهها، واخد بالك؟ وانا امك وانا امرك بهذا. قال مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهل، سابها ثلاث ايام لا تاكل ولا بتشرب، مضربه عن الطعام والشراب ثلاث ايام. وده كان صعب على سيدنا سعد برضو قوي ان هو يشوف امه وهو بيحبها حب شديد، لكن دينه هيعمل ايه عشان يرضيها يفقد دينه، فسابها حتى ايه بعد ثلاثة ايام غشي عليها من شدة ايه التعب والانهاك، لان في بلاد مكة دي بلاد شديدة الحرارة، لما تقعد ما تشربش مية يومين ثلاثة يبقى ان شاء الله هيكبروا عليك اربعة، واخد بالك؟ ويجي لك جفاف، فاهم؟ صعبه الحياه صعبه، ولا كان عندهم مروحه ولا تكييف ولا كان عندهم حاجات من دي، فصعبه. فطبعا غشي عليها حتى غشي عليها من الجهد. فقام ابن لها يقال له عمار فسقاها فجعلت تدعو على سعد. لما لقى بقى غشي عليها عمل ايه؟ راح فتح بق امه راح حط عصايه وقعد يكب في الميه علشان ايه؟ ما تقفلوش يعني شجرة فيها، واخد بالك؟ يسقيها بالعافية يعني عايز ينقذ أمه، ده عمارة بقى. فلما ابتدت تشرب وتبدأ ردت فيها الروح شوية قعدت تدعي على سعد عشان هو اللي عمل فيها كده، فهمت؟
فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته. يبقى ايه؟ ادي القرآن الاولاني اللي نزل فيه، وفي قرآن تاني نزل فيه هيحكي لك بقى. يبقى اول حاجة نزل فيه القرآن حكاية وصاحبهما بالدنيا معروفة ولا تطعهما في الشرك، بس كويس، اللي هي آية ايه؟ لقمان. قال: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته. شاف فيها سيف كده فخم جميل، سيدنا سعد قال: والله السيف ده لو أخده أنا هيفيدني أنا في الجهاد. فخد السيف ده واستأذن النبي: عايز أنا أخده، ادهوني ده يا رسول الله من وسط الغنيمة لسه لم تقسم. فأخذته فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله، يعني علمت حاله من قوتي في القتال ومهارتي وعدم وجود سيف بهذه المتانة عندي، فأنا محتاجه، فاهم؟ ونفلني يعني ادهوني ايه يعني خاص بي، يعني زي ما تقول مكافأة لي لمهارتي وعدم ايه وجود سيف على هذه الهيئة معي. يبقى النفل هو ما زاد عن النصيب الإنسان في غنيمته. نفلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله. فقال: رده من حيث أخذته. سيدنا الرسول شخط فيه، قال له: رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض، القبض اللي هو موضع الغنائم، يحطوه في حتة يسموها القبض، يجمعوا الغنائم فيها يسموها القبض، مكان موضع الغنائم قبل قسمتي، حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي. هو وصل هناك بقى معقول أرمي السيف ده؟ لا، هروح ألح على النبي ده، أنا أقول له تاني. نفسه مش متوعن يرمي السيف ويسيب. فرجعت إليه فقلت: أعطيه. قال فشد لي صوته: رده من حيث أخذته. المرة الثانية بقى على صوته عليه تاني، فهمت ازاي؟ لامتني نفسي فرجعت اليه فقلت: اعطنيه. قال فشد لي صوته، يعني رفعه: رده من حيث اخذته. قال فانزل الله عز وجل: يسالونك عن الانفال، قل الانفال لله وللرسول. فربنا صرح للنبي ان هو ينفل من شاء، فهمت ازاي؟ كان بسبب برضه سعد، النبي ما رضاش يديله لان لم ينزل له فيها حكم، فاهم؟ بعد فنزل الحكم فايه، فكان بركة له. قال: ومرضت، الحركة الثالثة بقى، ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت. قال فأبى. مرض مرض شديد وهو في مكة، قيل في حجة الوداع وقيل في فتح مكة، والراجح انه في حجة الوداع. مرض مرض شديد فكاد ان هو هيموت خلاص. فلما الرسول بيزوره قال له: يا رسول الله انا ايه عندي مال وليس الا عندي ابن واحد، فعايز انا ايه اوصي بمالي. فأتاني فقلت: دعني اقسم مالي حيث شئت. قال فأبى. قلت: فالنصف. قال فأبى. قلت: فالثلث. قال فسكت فكان بعد الثلث جائزا. قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. قال فأكلت وشربت معهم. قال فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم،
فقلت المهاجرون خير من الانصار. وهم بقى ايه في نشوة الخمر قعدوا يتناقشوا يتكلموا المهاجرين والانصار. سيدنا سعد قال لهم المهاجرين احسن من الانصار طبعا، اسلموا قبلهم وهم اللي جم مع النبي وهم اقارب النبي وهم قعد بقى ايه يخش ايه. فطبعا الانصاري يتضايق وهو سكران هيضربه، السكر بيجعل الانسان عنده تهور، فاهم؟ قال فاخذ رجل احد لحيي الراس اللي هو فك الراس، مش هيقدمه الراس مشوي، خد العظمه اللي هي الفك، فك الراس دي، وراح ضربه على انفه، ضرب سيدنا سعد على، عشان كده سيدنا سعد بن وقاص كان انفه مشقوق على طول، فيها شق الى ان مات بسبب الحادثه دي، فاهم؟ فاخذ رجل احد لحيي الراس فضربني به فجرح بانفي، فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته، فانزل الله عز وجل في، يعني نفسه، شان الخمر، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابيه انه قال انزلت في اربع ايات، وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن سماك، وزاد في حديث شعبه قال فكانوا اذا ارادوا ان يطعموها امه، يطعموا امه يعني، شجروا فاها بعصا، يعني فتحوا فمها ويحطوا عصاية عشان ايه ما تقفلوش، ويكبوا بقى فيه ايه الشرب. ثم اوجروها، اوجروها يعني سبوا الوجور، الوجور هو الطعام والشراب، يسموه الوجور. الوجور اذا صب في ايه في الفم غصبا يسموه الوجور، اذا صب في الفم غصبا يقول لك اوجره، يعني صب الطعام في فمه غصبا، ادي معنى اوجره. ثم اوجروها، وفي حديث في حديثه ايضا فضرب به انف سعد ففزره، يعني شقه، وكان انف سعد مفزورا. وعن ابي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام ابن شريح عن ابيه عن سعد في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال نزلت في ستة انا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له تدني هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده امل ان عظماء قريش والمشاهير ان هم يسلموا، اذا اسلموا هيسلم باسلامهم ناس كتير، وكان ايه اللي اسلموا بيقعدوا مع النبي ليل نهار، والتانيين متكبرين يقولوا له ايه، يقولوا له مش هنيجي نقعد نسمع كلامك الا لما تبعد الجماعه دول، ابعد الجماعه دول مش من مستوانا، ازاي يقعدوا معنا، فهمت ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه كاد ان هو يفعل هذا شفقه بالناس، لان دول خلاص اسلموا وذاقوا حلاوه الايمان واطمأن عليهم النبي، ففكر ان هو يعني ايه يبعدهم عنه قليلا علشان ايه يدي فرصه لعظماء قريش ان هم يجوا يقعدوا لعلهم يسمعوا الاسلام الكلام الاسلام ويدخلوا في الدين لمصلحتهم رحمه بهم. فنزلت الايه رفعت الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له ان انت الا نذير، سيبهم طول ما هم متكبرين، هم مصدودون بكبرهم عن الاسلام مهما سمعوا طالما هم متكبرون. المسلم لا يدخل الاسلام في قلبه الا اذا بدا بالتواضع، دول بدين متكبرين، فحتى لو سمعوا لا 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 ينفع لا ينتفعوا. وعشان كده نزلت الايه دي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يرون الوجه، ما عليك من حسابك ما من حسابك عليهم من شيء، اللي هي في سوره ايه الانعام. قال نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له تدني هؤلاء، يعني طول ما أنت بتدني هؤلاء إحنا مش هنيجي نقعد نسمع. والنبي حريص على الإيمان على إيمان الناس، وكان بيكلف نفسه ما لا يطيق صلى الله عليه وسلم، فربنا رفع عنه الحرج، قالوا إن أنت إلا نذير، اللي يجي لك سمعه واللي ما يجيش مع السلامة.
يجي ما يجيش ما يهمنيش، المصريين يقولوا كده، يجي ما يجيش ما يهمنيش، لانه ربنا قال له لا تسأل عن اصحاب الجحيم. واخد بالك ازاي؟ وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد، وده على فكره برضو على مر العصور المفروض علماء المسلمين يبقوا كده، هو يبين العلوم للي حاضرين وما يتوددش للحكام ولا يتنازل علشان يظهر في الفضائيات ولا الكلام ده، ملوش دعوه، هو يقول الحق ان شاء الله اللي حاضر واحد وتنه ماشي، هو ده مسؤوليته، مش مسؤوليته ان هو يعني يدور على اماكن الوجهاء ويقعد يكلمهم، لا، يقعد في الاماكن اللي بيحضر فيها الوجيه وغير الوجيه، لان لا ينتفع المتكبر، فهمت؟ اعرف دي كويس، المتكبر لا ينتفع مهما كلمته، لان الكبرياء رداء الله سبحانه وتعالى، من نازعه رداءه قسمه ولا يبالي، فيحرم ايه العظة. لكن في بعض العلماء ساعات من حرصه على ان الناس تسمع يروح لطبقات الاغنياء يقعد في اماكنهم في قصورهم ويعملوا حفلات ويقعد علشان يعزهم. لا، انا ما بحبش الطريقه دي الحقيقه، يعني انا نفسي لا افضل هذه الطريقه. الاغنياء ينزلوا من قصورهم ويقعدوا في المساجد مع فقراء المسلمين ويسمعوا، ساعتها هينتفعوا. انما هيدخل الاسلام بالكبر والتعالي، والله لا ينتفع. فاهم؟ فلازم نستفيد من سيره النبي، ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. كان يدعو الناس، ما كانوش ليه قعده خاصه وقعده عامه، قعده مع اهل الخصوص وقعده مع العموم المسلمين، كانت قعده النبي مع الناس كلها صلى الله عليه وسلم، عمره كده، هكذا الحال. فدي نقطه مهمه ناخد بالنا منها، لان نشات طائفه من الدعاه بيتنازلوا ويضطروا يروحوا لايه للاغنياء في قصورهم عشان يدعوه. الافضل ان تدعو الناس في المساجد حيث الرحمة ويدخلها كل الناس. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع. يعني النبي قال إيه؟ ما يجراش حاجة، ما دول برضو إيه؟ مسلمين وأنا اطمأنيت عليهم، أما بعيدهم شوية ودول ييجوا لعل الله يهديهم، لأن النبي حريص على الناس. فهمت؟ أدي معنى الشيء اللي وقع. لكن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفوس العباد، اللي هيدخل في هذا الدين بالكبر لا ينتفع. فهمت؟ وربنا اعلم بقى بالنفوس، فقال للنبي لا، خليك قاعد، اللي يجي يجي واللي يجيش ما يجيش، خلاص لا تسأل عن اصحاب الجحيم. فهم؟ فحدث نفسه فانزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ونقف على باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما، لانهم برضو باقي العشرة طلحة والزبير. غدا إن شاء الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.